موجوده هنا يعني؟ مش لما الناس تيجي يا عم. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا المساء. يا باشمهندس ممكن بعد اذن حضرتك دقيقتين بس؟ عندي واحد صاحبي جاي بفلوس. ماشي يا بيه، دقيقتين لو سمحت. يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب. ترى انت فين يا جعفر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فين يا جعفر افندي؟ بدو. ايه بدو؟ شنط مليانه فلوس اهي. وانت معكش فلوس؟ انا مش لاقيك، وانت ورطتني وهتسيبني يا جعفر افندي ولا ايه؟ 1500 طوب قماش في المخازن. نبدا بكام؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه طب كملي بنطلونك الاول بلا 100,000 جنيه ومتحمسه قوي. ممكن دي اظبط حاجه انا وشريكي بعد اذنك؟ اتفضل يا بيه. لازم نسيطر على المزاج. هنسيطر عليه ازاي؟ ما تقلقش. 1500 طوب قماش من المخازن. زعفران. ايه انت شفت اللي انا شفته؟ ايه؟ عربيه ازازها في مي اسود دخلت شالت الراجل اللي كان واقف هنا. افهمك بعدين. تفهمني ايه؟ انزل اللي يقولوا عليك نصاب. كان في حد واقف مكاني هنا؟ بعدين بعدين بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي يا ابو العم. خبر ايه؟ خرمت ودني. انا اسف انا اسف. كلكم عارفين قيمه المصنع في المنطقه، في اول ما يا ابو العم ما تدخل ان التبل المداد شغلك ده. انا اسف يا عمده. اتفضل يا عمده ارتاح. قعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو العم، خلص في الكلام. هنبدا بسم الله ب 20 مليون. 21 مليون. خالد بيه 21 مليون. 22 مليون. محاسن الحلو 22 مليون. 23 مليون. الدبه اللي بتربيها الست محاسن 23 مليون. 24 مليون. 24 مليون. 15,000 جنيه. ايه خبر ايه؟ اطلع بره. اطلع بره. ايه فلوس وانا هرب بيها؟ فلوسك دي تروح تجيب بيها بقره تجري وراها في الغيط. الناس بتقول ملايين. الباشا قال كام؟ 24 مليون. 24 مليون. 30 مليون. ايه؟ 30 مليون. زعفران يلا على السيرك القومي. يلا يلا اهو. ايه مين؟ النص نقل السودا. افهمك بعدين. شالت الست محاسن وسابت الدبه وخرجت. تبعي تبعي. تبعك ازاي؟ ما تقلقش، خالد بيه قال 30 مليون. يا عم وعهد الله ما قلت حاجه. الست محاسن قالت 30 مليون. يا عم ما... لا اله الا الله. خبر يا ابو عم، انا مش فاضيلك وريت مداد تاني. يا حاج الحلوه احنا اسفين لو كنا ضايقناك يعني. يلا يا عم عمران ارمي رميتك. 17,000 جنيه. الباشا 30 مليون. 30 مليون. 31. 32 مليون. 32. 35 مليون. يا راجل اطلع بره بلاش كدب بقى. 32. 33. 34. 35. 36. 37 من قلبي. 38 يا عمر. 22 عباس العقاد الدور الرابع شقه 10 المفتاح تحت الدواسه. دلوقتي؟ الولايه دي نصابه. 36 مليون. 36 مليون. 50 مليون جنيه. هتوحشنا والله. 50 مليون جنيه. والله هتوحشنا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هو بعد عنك داخل عينيه مغربه وشكله بنموت وكان قاعد بيتفرج على التلفزيون وطلب كوبايه شاي سكر زياده وقال ماما وحشتني. شفت؟ وقال شوف ابني تامر، وتامر كان في المدرسه ساعتها. الباشا 80 مليون. 80 مليون. 18,000 جنيه. زعفران على اسوان. يلا يلا يا عمده القطر. يا باي يا باي يا باي. يلا بالسلامة. يا باي يا باي. 19,000 جنيه. يلا في داهية. المزاد باطل. باطل. المزاد باطل. الباشا 99 مليون. 99 مليون. 100 مليون جنيه. ايه اللي دخل علينا ده يا عم؟ دي عربية تنشوكي تقريبا. ده بعيد عنك جاي من ايام الكفار. شكله داخل يشتري عبيد مش يدخل مزاد. زعفران ما تقلقش من اي حاجه، كله تحت السيطره. لا ده باين عليه من العيله. زعفران طلع جواز. تكل انت يا زعفران. امسك. مين الراجل ده؟ جريع عفروت. انت مش عارفني ولا ايه؟ يخرب بيتك يا واو. اخيرا حبيبي. عامل ايه يا واو؟ 100 100. يلا اسبقني على بره. خد الناس دي سويها. المزاد اي كلام. اطلعي بره يا فاشله. الحمد لله. ايه هو حضرتك عندك اصحاب من قريش؟ اوعى تعدي حدودك. والله ده جاي راكب حصان ملاك ابو لهب وبتاع وراكبه بره. افهمك انا يا عم تفهمني ايه؟ انا مش بني ادم. سحليه واقفه معاك. اوعى انسفك.
خلي بالك. انا اسف. الزبانه على بيتكو عشان نقلب الوليه تخين قريبتك دي. يلا هنقلبها. يلا. طب هعمل جرد المصنع وحصاد. جرد ايه وانت لسه اتنيلت اشتغلت؟ لو سمحت جرد بس. زعفران بلاش سخافه. ما تخافش زعفران. مش هيعمل لك حاجه يا استاذ. بلاش سخافه. مش هيعمل لك. مش انا يا ابن المتخلف. يلا يا فتحي. يلا يا عيد. ايوه حاضر. دخلوا الشنط اللي في ايديكم. عيني حاضر. بالراحه. طعم المحشي اتغير تررا ورك الفرخه صغير نانانا اكبر فرخه انا باكلها في العيد الصغير. طعم الفرخه صغير. اه الاغنيه دي انا اكلتها فين قبل كده؟ اكلتها فين ايه؟ مش فاكر. مش دي اخرها شاي حاجه ساقعه؟ انت بتتريق عليا؟ بس انا بكلمك بجد. ايه رايك في صوتي يا ابني؟ انا حاجتين في الدنيا احب اسمعهم. ايه بقى؟ اول حاجه احب اسمع صوتك. وتاني حاجه احب اسمع خبر موتك. الله. انت رخم بقى. بقول لك ايه يا دعيم؟ هم حاطين ايه في الشنط الثقيله دي؟ انت مالك يا فضولي يا حشر؟ يعني انت هنا خدامه بس. يقول لك حط الحاجه دي هنا، تحط الحاجه دي هنا، ولما يناموا بالليل هنشوف فيها ايه. فكر كده وخليك ناصح يا وكيل باشا. وكيل باشا هند هاني مرتين هات الشنط دي عشان حضرتك تستلمها. لان عدى عليا الصبح احلى داني. ها يا سلام، ما انت عندك واحده مشروخه. مشروخه يا جبان. ايه ده؟ ايه جرى يا وكيل؟ يعني ايه عندك واحده؟ تعال احكي لي. لا ده مرايات. كده الخدامين يقولوا لك كده؟ مرايات بنسلفها. طب تعالى افرجك التحف النادره اللي اشتريتها. لسه بتضيعي فلوسك على الخرده؟ نفسي ادخل التاريخ. واللي يخش التاريخ يا هند يخش بدول، يخش بعلم يورثه للناس بفن راقي يرقي ذوقهم، مش بشويه كراكيب. دول كراكيب؟ طب اتفرج واحكم. لو جدع تقول لي ده ايه. بص بص ايه ده. ده جوانتي. لا ده وباب شجره الدر اللي النسوان قتلوها بيه يا شيخه. جبته ب 100,000 جنيه. كم؟ واخرج بيه قديم. يا دي النيله. في ايه؟ وايه ده؟ ايه الخازوق بتاع سليمان الحلبي؟ مش خساره فيه. اتفرج على ده بقى اللي إيه دفعت فيه كل فلوسي. ايه ده؟ ده فستان مونيكا اللي جاب كلينتون الارض. هو ده؟ ايوه. يا عالصدف شوف الحظ. خدي. ايه ده؟ الشورت بتاع كلينتون اهو. شفتي؟ ايه اهو ده بقى اللي جاب مونيكا على الكنبه. شفتي؟ وجايبه ليه؟ هديه مني ليكي. لا مش عايز. عايز ايه؟ في اتنين بيسالوا على حضرتك. تجار الانتيكات خليهم يتفضلوا. لسه جايبه تجار هنا اهي. اكبر تجار في البلد. يا بنتي سلام عليك. جايباهم بواسطه. سلام عليك. استنى بس اما نشتري بس. سلام عليك. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليك. اهلا وسهلا. ايه اللي تلات ارباع وشه شنب ده؟ مين ده؟ عدم لا مؤاخذه في السؤال، يعني مين فيكم الست هند؟ نعم. شنب مأثر على عينيه. ايه ده من اولها مش عارفني؟ انا هند يا ابني. معرفك ابن نفسي محسوبك مجدي مرزبه مصدع. جيت لك انا وابوي علشان نبيع لك الانتيك. ازيك يا مصدع بيه؟ اهلا بيك. ابوك مرزبه فين؟ ابوي. اديله. انت قاعد يا ابوي. ايه ده؟ واد يا ابوي. يا بت بيقول لك ابوكي ما تلعبيش في اختك هاله. العيون لما لقوك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. السلام عليكم يا ابوي. ايه ده؟ مين اللي كان البياض وساب السفار ده كله؟ انه افيض والله. انا افيض ايه؟ اهلا اهلا. هي دي الست اللي علينا؟ هي دي الست الغنية؟ يا اختي عليها. عايزين الكلام يبقى بيننا وبينك. ها؟ عشان الصفقة دي سرية. ايوه انا مستنيها. خرجي خرجي الخدامين. يلا يا راجل رش الجنين امشي. ايه ده؟ فين الخدامين؟ ده الوكيل صاحب القصر. يا ساتر. مساء الخير يا باشا. أخير. عايزين الكلام بيننا وبينك. خرج الخدامة. يلا يا اولية لم المايه اللي رشها الراجل ده. يلا رش ايه يا راجل؟ انت عمال تخرف. انت عمال تلدع بلسان وخلاص. عارفه ايه؟ انت هاني بتتكلم مع مين؟ انا اتكلم معانا احنا الاثنين. اعرض البضاعه يا ولد. فرجوني لو طلعت مزوره هطردكوا بره. ايه ده؟ وريني. ايه ده جايب لي زلطه؟ مش اي زلطه دي. امال ايه؟ زلطه نابليون وماشيه مع الفستان اهي. شفتي؟ دي سلطة نابليون؟ ايوه. معقولة دي سلطة نابليون؟ تاني كانت طالعة له في قفاه. بكام؟ 150,000 دولار. موافقة موافقة. موافقة ب 150؟ ده نابليون ما يسواش 150,000 دولار. مقتنيات كنوز مش فاهم. كش حجة اورنج مع يلو. شفتي؟ يلو انت جايب لي قصرية. مش أي قصرية دي. أمال إيه؟ الحملة الفرنسية كلها دخلت اسكندرية في القصرية دي. شمي؟ اف اف اف. عشان كده يعني الشعب المصري جري من ريحة بقى مش. يا عم الحاج هي قديمة بس شغالة والله. يلا يا ماما جربيها. يلا جرب ايه؟
يلا يا ابني توس انت هتقعد عيب. وحضرتك واقف ليه؟ انا هشغلها لك. شغل ايه ده؟ يلا ساكت. يلا يا هند اجيب لك مقاديف. مقاديف خديها هديه. خدها خدها. احنا جايبين لك شويه انتكاب. لا معلش اسمع الكلام. لا انا ما بفهمش عشان الحاجات دي يا وكيل. انا معايا فلوس. عارف بتاعه مين ده؟ هي دي بتاعه اكبر طيار روسي في روسيا، وهو لابسها انفجرت بيه الطياره. طب وجايبها ليه؟ والله حدث في الكرملين لحد دلوقتي. الكرملين؟ اه والله خد ده هي. احنا مالنا احنا؟ عارف بتاعت مين ده هي؟ مين؟ دي بتاعت اكبر ديت بتاعت واحد تركي كبير وكان قاعد في الطياره اللي انفجرت بالطيار الروسي. حدثين في الكرملين. الكرملين ايه يا راجل انت؟ الراجل راح قلع الناس في الطياره وجايبها. طب خد ده هي. لا دي عشان هتجيب لك واحد. امسك يا انت بيضة. عارف بتاعت مين؟ مين؟ بتاعت المضيفة اللي انفجرت في الطيارة. ودفنوها في الكرملين والله. طب خد ده هاي. وايه دي؟ دي اللي غطوا بيها الطيار الروسي لما مات. دي؟ ايوه. ولا الكرملين ده؟ هات أي حاجة. خد يا راجل أنت. هات. مفاتيح الطيارة بتاع الطيار الروسي. شيء. يا ست. نعم. هتشتري ولا نعمل معاك مشاكل؟ لا مشاكل ليه، هشتري بكام؟ 12 مليون. 12 مليون. 12 مليون. الله يعوض. 12 مليون. الله يبارك. 12 مليون. عبيطة. 12 مليون. قلت لك هسرقك في يوم من الايام يا هند. خالد. ودي خالد. فلوس يا خالد. حرمت. خالد. الحقني. الحقني. وانت مين يا؟ انا اللي قلت لك في يوم من الايام هسعدك يا وكيل، ولسه السعادة جاية. فلوس يا راجل انت يا حرامية. فلوسي. انت ساكت ليه؟ مين ده؟ جعفر. جعفر اللي وثقت فيه؟ انا عمري ما وثقت فيه، انا بس احترمت معاهده السلام اللي بيني وبينه. سلام ايه؟ سلام ايه؟ هو اللي وزي ابن عمي وخد فلوسي؟ حقني يا وكيل. شاء عمري حرمت، مش هشتري حاجه. هات فلوسي. باركولي. ايه؟ خلاص لقيت فارس احلامي، لقيت اللي هينقذني من الضياع ويرجع لي نفسي. جالي واداني. اداك ايه؟ اداني ملايين، ملايين كتير قوي هقدر احرر بيها نفسي. وانتي اديتي له ايه قصاد الملايين دي يا مريم؟ رد عليا، اديتي له ايه قصاد الملايين دي؟ استني يا وكيل نفهم منها بالراحه. كفايه اللي حصل لي. لسه إيه؟ عاوز تفهمي؟ لسه بتسالي؟ ما هي باينه قدامك. خسرتك يا مريم، انت ناقصه ضياع، انت ناقصه. وريني الفلوس اللي اديها لك. وريني فلوس دي مزوره. ازاي يا مريم؟ ازاي قدر يضحك عليكي؟ ازاي قدر يعمي قلبك؟ ازاي؟ مين هو ده؟ اسمه ايه؟ اتكلمي. جعفر. 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 كفايه جعفر، كفايه كده، نبقى مش قدك. كفايه 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 كفايه. مين جعفر ده يا وكيل؟ وعايز مننا ايه؟ ازاي قدر يضحك عليا؟ ده كان بيحبني، ده عيط في حضني. قولينا الحقيقه يا وكيل، مين جعفر ده؟ جعفر إيه؟ ده يبقى. شفت جعفر الندل؟ ماله؟ اخد مصنعي. مش ممكن. وكتبوا باسمه ورماني انا في الشارع. لا يا ياسر ما تقولش انت كمان. مش ممكن. والله حصل. مش ممكن. ايه؟ يخرب بيتك وبفلوسك يا فقريه. فلوس يا خالد. كده الغراب وطار. مين الغراب؟ صاحب الاستاذ جعفر. 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 لا 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 لا. جعفر ده اللي ضحك علينا كلنا يا وكيل. ما ترد يا وكيل. مين جعفر؟ جعفر ده العفريت. العفريت اللي طلع لنا من الخرده بتاعتك، اللي طلع لنا من تبذيرك واسرافك وفلوسك اللي عماله ترميها في الهواء. العفريت اللي طلع من ضعفك يا قاسم، من تهاونك في حقوقك واتكالك على مراتك ست السيد. العفريت اللي طلع من طمعك وجشعك وقلبك الاسود يا خالد. العفريت اللي طلع من ورا ظهرنا، استغل التفكك اللي بينا وعدم الترابط. العفريت اللي طلع وصرخت باعلى صوتي، قلت لكم العفريت اهو ظهر موجود وسطينا. العفريت اهو. اتريقتوا عليا، عملتوني على ان انا مجنون. دلوقتي عرفتوا مين هو جعفر؟ دلوقتي صدقتوني؟ انا دلوقتي صدقتك بعد اللي حصل. والله صدقتك. ندمانه، ندمانه قوي ان انا صدقته وحبيته. ما تلومنيش يا وكيل، انا ضعيف ومستعمر، كنت محتاج لاي حد اقوى منك اتسند عليه. العفريت هيفضل طول عمره موجود يا وكيل، بس العيب مش فيه، العيب فينا احنا. ما بنقدرش البلا غير بعد وقوعه. ساعات وقوع البلا بيبقى ألم
على الخد الغفلان عشان يفوقه، واحنا خدنا بدل القلم 10 وللاسف لسه ما فوقناش لحد دلوقتي. يا ريتني فوق، يا ريتني فوق بقى، فوق 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 وفوق 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 وفوق. العفريت ده قوي قوي، ما هوش سهل، ما هوش بسيط. اسألوني انا، انا مش هقدر على العفريت ده لوحدي. تيجي نتلم يا ولاد العم، كلنا معاك يا وكيل.